عذرا رسول الله إن قصرت في وصفي فإن جمالكم لن يوصف. عذرا حبيب الله إن قصرت في وصفي فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن فيها يوسفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو قبر النبي محمد تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى اختفى. ويا إمام الرسل يا سند أنت باب الله النور سمدي ففي الدنيا يا رسول الله خذ قسما بالنبي يا إمام الرسل يا سلام.
صاحبنا.